طب اتفضلوا استريح، اتفضلوا استريح. متشكر جدا، متشكر. اتفضلوا استريح، متشكر. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. طب اقعدوا عشان عايز اقول كلمتين من فضلكم. لو سمحتم اقعدوا كلكم. طب نقعد بس لمدة دقيقتين اقول كلمة كده وبعدين اعملوا اللي انتوا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض إن أنا أقول يعني كل سنة وأنتم طيبين، وأدي الفرصة لقداسة البابا إنه يعني، طب هقول لكم بس تشك تشك تشك. طب ادوني بس فرصة. أولا خلوني إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا او حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته، اجد فيه حكمه وفيه بلاغه عظيمه جدا. مش هنسى ابدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الاحاديث الاخيره ديت، لما قال الاديان تتوافق ومش لازم الاديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبداً أبداً. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة، في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم ان احنا محتاجين دايما ناكد في كل مناسبه ان احنا واحد، احنا واحد، احنا واحد واحد. مفيش اي شكل من اشكال التفرقه بيننا، ما ينجحش ابدا. اسمعوا كلامي، مش ليه كنت بقول الكلام اللي انا بقوله ده، والله ما بقوله ليه كنت بقوله، لينا كلنا. بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس، واحنا بنحبكم، واحنا بنحبكم. فكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. دي اول نقطه حبيت اتكلم معاكم فيها. النقطه الثانيه برضو لينا كلنا. أنا شايف إن الناس، اسمعوا كلامي، قلقانة
الناس في مصر قلقانة وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة. ولو سمحتوا يا كل الناس يا كل المصريين، أنا ما بقى في كل مناسبة بتكلم وأقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها، فما ما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا أراد إن هو يبقى متولي المسؤولية. يعني حد هيعرف، مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين، زي قداسة البابا في شؤون الكنيسة؟ لأ. وبالتالي لما حد، انا جبت المثل وارجو انك تعذرني قداسة البابا، يعني اسمعوا، اللي يتكلم اللي ما كانش يعرف واكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفله الجميله اللي بتقول وانا بحبك والله. احيا مصر. بس خلوني انا، اصلي يهمني قوي، متشكر جدا. انا مش هطول والله عليكم عشان قداسة البابا، لكن عايز اقول لكم ان من فضلكم اولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت، يعني انا بكلم كل المصريين. ما تخافوش لسببين، الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين. اسمعوا كلامي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه. طب انت قلقان ليه؟ يقول لك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تاثيراتها ضخمه جدا. الدنيا هتبقى بعد الازمه الاخيره ديت هتبقى مختلفه عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والازمه الاقتصاديه دي هتاثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنه دي او اكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وان كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قداسة البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجة ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقوله لكم كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟
هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظكم ويا قداسة البابا، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، كل سنة وانتم طيبين.